صح. طيب يا شيخ لبس النساء البنطلون الضيق ثبت اي سواء اعطى الضوابط سواء مع زوجها او مع ابوها واخوها يعني طبعا الخروج من هذا منتهي مفروغ منها كذا شيء ولأنه ثبت ضررها على الجنين وضررها طبيا على المرأة الضيق يعني وأعطي المسألة حق يا شيخ لأنها مهمة. أما بالنسبة للبس البنطلون عموما للمرأة فبعض العلم منع منه مطلقا بناء على أنه نوع تشبه بالرجل وقالوا أنه في الأصل هو للرجل ليس للمرأة، لكن إذا كانت المرأة لبست البنطلون الذي صفته صفة بنطلون النساء في لونه أو طريقة تفصيله أو مثلا بعض الاكسسوارات اللي تنحط فيه هذا واضح أن هذا للنساء فلا بأس عليها في ذلك، بشرط أن يكون هذا أمام زوجها فقط، لكن لا يجوز لها أن تلبسه مطلقا أمام كل أحد. بعض مشايخنا رخص فيما إذا لبست فوقه بلوزة طويلة تصل إلى الركبة فيصبح مثل البنجابي مثل لبس الباكستانيين يعني، فبعضهم يقول أنه أصبح ليس بحكم بنطلون، هي لابسة فستان طويل لكن سترت الباقي بالبنطلون. أما ما يحصل اليوم مع الأسف من لبس النساء البنطال في الولائم والعزائم والأعراس وغيره فهذا يا جماعة أدى إلى فتنة كبيرة، وأيضا حتى أحيانا في أماكن الألعاب الملاهي وغير ذلك، نقصد ملاهي يعني أماكن الألعاب يعني. فهذا حصل فيه تساهل كبير وهو محرم ولا يجوز، والله تعالى قال لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يقولون إن كشف العورة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون كشفها بلبس الضيق الذي يفصلها أحسنت أو بالشفاف الذي يصفها، فهذا كله لا يجوز. واليوم ترى ما طلع عندنا بنات اللي يسمونها البويات والإيمو وغيره والشواذ من النساء إلا بسبب أن أنواع من الفتيات تلبس اللباس الضيق جدا وتخرج أمام النساء، فهذا لا يجوز. وأنا أدعو حقيقة الجميع يعني خاصة من يشاهدنا الآن من أخواتنا الفتيات إلى إنكاره وبيان أنه ما يجوز البنت حتى لو في بيتها أرادت تلبس اللباس أمام زوجها، أما أمام إخوانها فهذا لا يجوز. وقد والله بلغنا قضايا من بعض النساء يعني مشاكل حقيقة في إخوان تعرضوا لأخواتهم مع الأسف، وأنا دخلت في بعض القضايا وفي حلها وغيره بسبب إذا تأملت وجدت أن البنت أصلا لبسها سيء أمام أخيها ورايحة أمامه وجاية بهاللبس الضيق جدا والشعر وتقول والله هذا أخوي، طيب أخوك أليس رجلا أليس له شهوة، ويصبح الأخ ينظر لهالقنوات وهيج نفسه وأمامها الأخت ده رايحة وراجعة حتى ربما يعني إن لم يقع في يعني فيما هو أمر كبير وقع فيما هو قبله من تقبيل ولمس ونحوه. فأيضا البنت لابد أن تتستر أمام إخوانها، هذا أمر واجب يعني ليس أمرا مستحبا بل هو أمر واجب، وغض البصر واجب عمن كانت تتساهل بهذا اللبس ويجب عليها يجب نصحتها. نعم، وترى بعض مشايخنا وأحبابنا الذين أفتوا بجواز لبس البنطال للمرأة ربما يعني ذكروا ضوابط البنات ما يلتزمن بها، يعني مثل من يقول مثلا يجوز كذا وكذا بشرط ألا يفعل كذا، يعني مثلا بعض مشايخنا الذين أفتوا بجواز لبس عباءة الكتف للمرأة وأنا كنت ممن يفتي بها ونشترط أن تكون واسعة، حتى أني مرة سئلت في قناة في تلفزيون قطر فقلت يا جماعة يجوز إذا كانت العباءة واسعة مثل بشتي، البشت حق الرجل اللي نخطبها الجمعة واسع، فعملت بيدي هكذا وفعلا البشت واسع مربع علي طاير، فلو أن المرأة لبست مثله ولبست خمارا طويلا مثل ما تلبس أخواتنا المصريات هنا أحسنت إلى وسطها، يعني هنا مخالف هنا مخالف أحسنت اللي هنا مخالف لأنه يبرز الثدي يا أخي. فجاءوا البنات وقالوا الشيخ العريفي يفتي بجواز لبس عباءة الكتف للمرأة، وبدأت العباءات الضيقة تلبس والصدر بارز، وتقول والله الشيخ العريفي أفتى، الشيخ ما أفتى بهذا يا جماعة، أنا أفتيت أن تكون العباءة بضوابط، أن تكون العباءة واسعة وأن يكون الخمار طويلا يصل على الأقل إلى الوسط أو إلى ما هو قريب منه، أما أنها تلبس عباية ضيقة والغطاء فقط يغطي وجهها مثلا إن كانت ممن يعني يغطي الوجه وتقول والله الشيخ أفتى، لا. فنحن نقول كذلك المشايخ الذين أفتوا بجواز لبس البنطال للمرأة وضعوا ضوابط شرعية لابد من الالتزام بها.
ولا يجوز حقيقة التساهل مثل هذا. المرأة أمام أبنائها يا شيخ، المرأة الأم إذا كحسنت، إذا كان الأبناء صغارا لا يعون، يعني يقول مثلا يعني أو أحيانا ليس لهم شهوة، يعني أبو 8 سنوات وتسع سنوات أو 10 و11 يعني لا يميزون وليس لهم شهوة وغرائز، مثل ما قال الله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني هو ما يفرق بين أوه هذه شكلها كذا وهذه ما يفرق، هذا ما في بأس. أما إذا كان الصبي غلاما يافعا يفهم ويعقل ويعرف أن هذه أجمل من هذه وكذا، فلا بد للأم أنها تتستر أمامه.